بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو بسيط سهل هنراجع فيه بعض الجمل اللي انتوا طلبتوا اللي احنا نحلها. جمل موجودة عندنا، مكتوب في الجملة الأولانية il neige dehors، يعني هي تمطر في الخارج. جان فروا، جان بردان، يبقى جان يشعر بالبرد، يبقى هنا هناخد افوار، تصريف افوار عندنا، يبقى هناخد هنا افروا يعني يشعر بالبرد. طب ينفع يكون بردان يكون سعان؟ يعني المعنى مش مناسب قوي بالنسبة لنا، فهناخد سات سومان، هذا الاسبوع، il فروا هو. اما بلاقي ايه اللي باخد في معاها زائد صفة بتدل على الجو، واحنا اتعودنا على التعبير ده مع بعض، ايه في فروا يعني الجو بارد. اجوردوي النهاردة لوطون، دايما اي عنصر من عناصر الجو بيجي بعده فعل وصفي، ودايما بختار فيرب اتر، ده الفعل اللي قدامنا، اتر في ايه اهي قدامنا اهي، ايه فروا. ماسير لا تابلا يعني ماسير اختي لا تابلا، طبعا بتعمل المائدة ولا بتكوي ولا بتضع المائدة، هي دي الجملة الصحيحة، لان احنا خدنا تعبير اسمه ماتر لا تاب. انا هلتزم بالمنهج بتاعي، لان لو فتحت الدنيا هلاقي فيه حاجات كتير تنفع وتمشي، ولكن هنا انا هاخد مي. جام لا فيسال، فيسال هنا فيسال اللي هي الاواني، وانا عارف فير لا فيسال يعني يغسل الاواني، فهاخد فير طبعا، خدناها في المصدر على اساس ان فعل قبلها مصرح. مامير لاسبيراتير، انا عارف ان اسبيراتير بتاخد باس لاسبيراتير يعني شغل المكنسة، باس لاسبيراتير يشغل المكنسة، يبقى كل تعبير انا يعني عارفه حافظه ليه فعله. لاجار المحطة، أنفاس دوميزي المحطة توجد، توجد هنا ستروف يعني تقع أو توجد، لأن اليا معناها يوجد، لكن توجد أو تقع ستروف. أما تروف الأولانية طبعا معناها يجد، داكور، وباص معناها يمر طبعا، فهناخد طبعا ستروف. مارتين إن راكيت يعني مارتين تكون ولا تقع ولا يوجد ولا لقت وجدت، هي دي بقى تروف، وجدت مضرب، وجدت مضرب. في الجملة اللي بعدها مكتوب جا لا جامب كاسي، يعني جا عنده رجل مكسورة، يمتلك رجل مكسورة لديه ساق مكسور. طيب ماسير اختي ام بون فو، انا عايزك تتعود دايما ان كلمة اون، حرف الجر اون ده اون، دايما يجي معاه اتر، ام بون فو، ام بلان فو، ام بون سانتي، في صحة جيدة، وهكذا. داكور. في الجملة رقم 11 ماسير ان بون فورم، خدنا طبعا ايه تكون. رقم 12 بقى ماسيغ في ان بون فورم، احنا في رقم 11 هناخد في، يعني بتعمل فورمة جيدة او تمتلك فورمة جيدة. ان بون فورم يعني في بتعمل فورمة جيدة صحيحة، صحيح. طيب هنختار اهنه الاقوى عندنا، عندنا طبعا ان بون فورم، تمتلك فورمة جيد. الجملة اللي بعدها je ne pas bien، je ne fais، je ne fais pas bien، انا لست على ما يرام. طبعا انت عارف ان aller زائد bien او mieux او mal بتدل على الحال او على الصح. les enfants، الاطفال، ont peur، لا احنا عندنا بقى رقم 13 لا جامب مي في مال، احنا عارفين سو فيغ مال يعني يؤلم، فانا هاخد هنا فيرب فيغ، ده تؤلم، ساقي تؤلمني، مي في مال يعني ساقي تؤلم.
طبعا الأسئلة هنا ممكن تكون فيها أفكار بالنسبة لنا عالية شوية كطالب، ولكن هي جمل مرت عليك قبل كده، يعني المفروض إن أنت مدرك الجمل دي. Les enfants, الأطفال ont peur des insectes، بيخافوا من الحشرات، يبقى هناخد ont، يشعروا بالخوف، avoir peur de، avoir peur de. La maison hantée يعني بيت الرعب، me fait peur يخيفني، دايما فير ده اي يخيفني، فير بير يعني يخوفني. كومبيان دي بوتاي دولي، كم تتكلف كوت، كم تتكلف زجاجة اللبن او عبوة اللبن مع كومبيان خد كوت. طب كومبيا كوت سي فيتمون، خدنا كوت هنا، بس كوت هنا جمع بقى، ليه خدنا كوت جمع هنا؟ عشان الفاعل هنا كلمة سي فيتمون، سي فيتمون يعني الملابس، كومبيا يبقى سي كومبيا، سي كومبيا خلي بالك ان هي فاعل وفاعل، صال اخيرة، انا اختياري ما بيكون سي الاولانية والاخيرة، صال تحتاج فعل بعدها، صافي كومبيا اهي، صافي كومبيان، شايف بقى جات لي الجملة بعدها اهي، صافي كومبيان. في رقم 20، في رقم 20 بنقول 20 بتقول عندنا كومون، كومون تي سي سبور. لو لاحظنا كويس قوي هنا ان كومون بتسأل عن اربع حاجات مهمين، عن وسيلة المواصلات، عن الاسم، عن الحال، عن الشكل. الخمسة عندنا هي بتسأل عن الرأي، كومون تي تروف، كيف تجد، يبقى دايما مع كومون خد تروف. كو تي بونس دو سو سبور، مع كو بقى خد بونسي للسؤال عن الرأي. يبقى اتنين هم للسؤال عن الرأي، ربما أخطأت أنا في إيه؟ في إن أنا علمت خطأ، الأولى المفروض تروف والتانية بونس. يبقى مع كومون خد تروف، كومون تروفي، ومع كو خد بونسي للسؤال عن الرأي. نو زافو كونجي، احنا عندنا عطلة، نو زافو كونجي يعني احنا عندنا عطلة، بنمتلك عطلة، افوار كونجي يعني عنده عطلة، نو زان كونجي احنا بنكون في عطلة. دايما قلت لك اما تلاقي، كون اون حرف جر اون خد اتر قبلها. دانيال كونجي دو سي زامي، دانيال ها كونجي دو سي زامي، طبعا انتوا عارفين بروندر كونجي دو، يبقى برون بيستأذن، دانيال كونجي دو سي زامي يعني دانيال بيستأذن من اصدقائه. دانيال لو كونجي افيك سي زامي يعني دانيال بيقضي الاجازه بقى، بس بيقضي العطله مع اصدقائه. دانيال بيكون في اجازه، يبقى او ان كونجي، بيكون في اجازه في عطلة. الجملة اللي بعدها il en vacances à la plage، يعني هو بيكون في عطلة على الشاطئ. طيب il des vacances au bord de moi، يعني هو بيقضي الأجازة لمدة شهرين، أو عنده أجازة لمدة شهرين، هنا اللي هي رقم كام؟ 28. خدنا احنا 28، يبقى عنده il a des vacances، يعني هو عنده أجازة لمدة شهرين، عنده أجازة لمدة إيه؟ دو موا يعني شهرين. في الجملة اللي بعدها رقم 29، بوراليرا لاجال، ذهاب إلى المحطة، ساتري، خذ هذا الشارع، خذ هذا الشارع، يبقى برون، هاخد برون. ليه بقى أنا ما خدتش تورن؟ تورن بتحتاج حرف جر، فا برضو بتحتاج حرف جر، ماتش طبعا بتحتاج سير، داكو؟ مون فرير أخويا أم بيلوتا، يبقى سي دي جوز، يتنكر، سي دي جوز يعني يتنكر، سي دي جوز. في رقم 31 عندنا هنا بيقول ايه؟ في رقم 31 مونامي صديقي اون تاكسي، يبقى بيتنقل بالتاكسي. طب ليه استبعدنا الباقي؟ عشان الباقي ما بياخدوش حروف جر، ينتظر وبروندر ياخذ وتليزير ومعاهم كمان عندنا كوندويل يقود وتروفيم، ما بياخدوش حرف جر. جيمي فوتو ا ميزامي،
انا بوري مونتور، بوضح بوري يبقى خد مونتور. دانيال لإتينيريرو بياتون، يصف او يشير، يبقى انديك. بيشير لوصف خط السير لمين؟ للمار، مش يأخذ ولا يعمل ولا ينتظر، لا بيصف او يشير إلى. نو دو كافي، خد فعل من الافعال اللي هتاخد تجزئة، يبقى يشرب. لان انا عندي بريفيرون والديتستون، وطبعا دول هستبعدهم، اما مونجي هستبعده عشان كلمته. لوسكي ها ايلون في، طبعا عشان هو جاب لي اون كضمير فانا خدت في، لان انا عارف ان في طبعا بيجي بعده دو مع الالعاب الرياضيه، وبناء على ذلك انا هاخد قبله ضمير اون، لان اون بيحل محل اي اسم مسبوق بدو يكون غير عاقل. في الجمله اللي بعدها جي اشتي، يعني انا اشتريت اكسسوار. جي اشتي اكسسوار. طيب الجملة هنا رقم 71، احنا هنكمل في الجملة الثانية الأول معايا ثواني. هنكمل بقى 36. ناخد من هنا الأول. داكور. هنا بنقوله إيه عندنا؟ ها بورا ليرا لجال، ذهاب المحطة. لو بون أوبرا، لو بون أوبرا يعني انتظر ولا تورن استدير ولا ترافيرس، طبعا هي ترافيرس اعبر كوبري الاوبرا. ميليني دي موفيز هومور، يعني بتكون في مزاج سيء. ها دي موفيز هومور يبقى دو موفيز هومور، اي دي موفيز هومور يعني بتكون في مزاج سيء. الجملة اللي بعدها إلا فير دو سكي، فير هنا مصدر فعل. طيب مصدر فعل يبقى هاخد الي، اللي لو جيت اخد فيا عايز دو بعدها. الجملة اللي بعدها إل في دو سكي، إل في دو سكي، طبعا هنا ده اسم مفعول يبقى انا محتاج اتر او افار، يبقى هاخد افار لان فير مش من الافعال ال 14. إل بيا أو تينيس، يبقى إل جو، هم يلعبون، لأن جو بياخد إيه؟ بياخد أو بعدها، تينيس هي مسبوقة بأو. آل لو مترو، يعني هي المترو، يبقى هي برون تأخذ. ليه؟ استبعدت أنا فعل سي دي بلاسي وفواياجي وبار، لأن الأفعال دول بياخدوا حرف جر. إل باسي، واخد بالك إن باسي واخدة تبعية، يبقى لابد آخد إيه؟ Ils sont passés chez le dentiste. Ils passaient. Ils passaient هنا مش واخدة تبعية، يبقى خد افوار لأن بعدها مفعول مباشر. هما بيقضوا اليوم في النادي. دانيال لي جوار، دانيال بيدرب اللاعبين، يبقى انترن ده فعل ايه؟ ما ينفعش اخد فعل ذو ضميرين لأن جه بعده مفعول مباشر عندنا هنا، يبقى دانيال يدرب اللاعبين. اونا بيزوان، طبعا انتوا عارفين ان افوار بيزوان معناها يحتاج. إلى بورتي إن راكيت، يعني هو فوب يجب أن يحضر مضرب. أفار بزوان عايزة دو، اترو أفار احنا قلنا ما بيجيش بعدهم فعل في المصدر مباشرة كده. وصلنا للجملة 46، ناخد الجملة 47. مكتوب إلى أليكسندري، في الإسكندرية. طيب أختار إيه أنا؟ بيقول لي ولا بلو ولا إيليا ولا في، طبعا هاخد بلو تمطر لان فعل هو يملك في الاسكندريه، مفيش تكمله للجمله، يوجد في الاسكندريه برضه مفيش تكمله للجمله، الفي برضه عايزه تكمله. مون فرير اخويا ها افيك سون شيان، يبقى يتنزه مع كلبه، يتنزه. لكن شوفوا الجملة اللي بعدها 50، مون فرير اخويا سون شيان، يبقى برون من، ينزه كلب. يبقى شايف بقى لو جه مفعول يبقى ده فعل عادي، ما هوش فعل ذو ضميرين. ساتي دي ما رأيك دو، دو بيجي بعدها مصدر فعل. ان سورتي الا فوري، نعمل خروج، نعمل فير هنا فير، نعمل خروجة الا فوري. اللي بعدها مكتوب لوترا، القطار
سيغ لرية. طبعا القطار بيسير على القضبان، يبقى رول، مش هقول مارش، يمشي. فول يطير، تورني رول، رول يعني يسير، ودايما رول بتطلق على المركبات. جو ادي كورس افيلو. انا بشارك، دايما فيرب بارتيسيبي ياخد حرف الجر بعده، انا بشارك في سباقات الدراجة. نو سوم كونتر سي دي دي. طبعا انت عارف وخدت الاصطلاح ده اللي هو اتر كونتر واتر بور. اتر كونتر يعني مع، واتر بور يعني ايه؟ ضد. دو كال تران تو فا، ها، من اي قطار انت سوف. شوف بقى الجمله دي سوندر، لان دي سوندر مع وسائل المواصلات تاخد دو، ومع الاماكن تاخد الجملة رقم 56، جو دوا امون امي، يبقى جو دوا روندر فيزيت. ليه خدنا روندر فيزيت؟ لان روندر فيزيت بيجي بعدها عاقل، لكن فيزيت بيجي بعدها طبعا ايه؟ مكان. ماسير اختي على بورت، يعني اختي على الباب، يبقى فراب تطرق الباب، بتخبط على الباب. طب التون يا جماعة تنفع؟ تنفع. وسون تنفع، ترن على الباب او بتخبط على الباب برضو كلها تنفع. ماشي. الجملة نمرو 58، لو تنس اوكور، التنس يلعب في الملعب، يبقى سو براتيك، يمارس. طيب لو تنس سي جو، ما يلعب باليد. طبعا هنا افيك ما او الما، الما صحيحة طبعا. ألم يلعب باليد عندنا. لوبياتو المار، بيمشي. مارش سور لو تروتوار، على الرصيف. مامير والدتي، ليكورس يبقى في، تعمل تسوق، في ليكورس. جو في دو لا ناتاسيون، أنا أمارس السباحة الويكوند، في عطلة نهاية الأسبوع، يبقى لو، لو ويكوند، في عطلة نهاية الأسبوع. Je vais acheter un vêtement. يبقى beau vêtement. أنا سوف أشتري ملبس جديد. الجملة اللي بعدها مكتوب le joueur، اللاعب، اللاعبين يطيعونه، يبقى لوي. Si tu es gros، لو أنت ضخم، لو أنت سمين، اتبع نظام غذائي، يبقى سوي، سوي، اتبع نظام غذائي. في الجملة رقم 66، صافو، طبعا اصرف دايما مع ايه؟ مع صا، لان صا هي الفاعل في الجمله اللي عندنا، فهنا هقول دي. ما رايك في ان نزور المتحف؟ لو مونتو، المعطف، اتانكوير، المواد الخام دايما بتسبق بأون. الجمله اللي بعدها لو مانتو اي ابوا، منقط. دايما الشكل دايما بياخد ايه؟ بياخد لا راكيت اتامبوا، يعني المضرب بيكون من الخشب. سارة اشي دو غوب بلو مارين، يبقى هناخد الاخيرة لو، لانها هتبقى مفرد، وفي الحالة دي طبعا انا باخد مفرد لان الصفة مركبة في كلمة مارين هنا، ودي تعتبر ايه؟ درجة من درجات الالوان، ازرق كحلي. بتقول جاشيتي اكسسوار، طبعا اكسسوار مذكر مضروب بحرف متحرك، فهناخد هنا ايه؟ طبعا بل، المفروض جي اشيتي ام بيل اكسسوار. لا كومباني اي اجريابل، يعني الريف بيكون مناسب او جميل. نو زون بارل، نحن نتحدث عنه، لان بارلي بيجي بعدها حرف الجر دو طبعا مع غير العاقل، بنتحدث عن الشيء. مكتوب ميتسا، ميتسا او جونتي، طبعا هنا هاخد ست عشان كلمة جونتي هنا لطيفة او مهذبة، فمؤنث فهناخد ست. مامير اي امبو فاتيجي، ولا تري فاتيجي، طبعا تري فاتيجي، لان هنا لقينا امبو دو، وامبو دو بيجي بعدها اسم قبل العد او التجزئة. جي جيم لا مونتاني، انا بحب الجبل. اون بلون، طبعا بعد اون صفات الالوان كلها مفرد مذكر. تيا دو بوم، يعني انت معاك تفاحتين، قال انا معايا منها واحده، يبقى واحده هنا
اللي هي نو جاي. ها شوف بقى معايا، عشان نو هنا اخترنا ان واحدة. بتكلم عن تفاحة. لو كير القاهرة، جو في فينيغ دون سان جور، انا سأتي منها في خلال 5 ايام. طيب انا هاجي منها في خلال 5 ايام ولا هاجي اليها في خلال 5 ايام؟ طبعا هنا اون اقوى شويه مع فيرب فينير. ماشي، بس جريج تعتبر صحيحه برضه. ma sœur اختي ديسوندي لي فاليز. لو لاحظت كلمه ديسوندي هنا مش واخده تبعيه وبعدها مفعول مباشر، واحنا عارفين ان ديسوندر وسورتير ومعاهم طبعا مونتي و فيرب باسي، دول من الافعال اللي لو جو بعدهم مفعول مباشر فبياخدوا افوار وما ياخدوش اتر، بالرغم ان هما من الافعال 14. في الجمله اللي بعدها لسبور الرياضات، كاسك فو زون بونسي، دايما طبعا للسؤال عن الراي بونسي بتصبغ بون وتتبع بدو. جام بكو احب كثيرا لي فيغوي، طبعا احنا عارفين ان بكو هنا الظرف هنا بيقوي المعنى، ولكن هنا فيرب ايمي، وطبعا فيرب ايمي بيجي بعده دايما ادوات ايه معرفه. الجملة رقم 80 بتقول جنب كل فروي، خدنا لفروي. رقم 81 لاجار، لاجار يعني المحطة، لاجار اي ابري لا بوست، بتكون بعد البوست، يبقى هناخد هنا رقم سي. لاجار ابري دو لا بوست، لان هنا طبعا زي ما انتم شايفين كلمة بري، شايفين بري، بري بيجي بعدها دايما حرف جر، فهناخد بري دو لا بوست. جملة رقم 83 ايه على بورت، يبقى مين اللي على الباب؟ يبقى كي طبعا، من على الباب؟ يبقى ناخد كي طبعا عندنا. جملة رقم 84 كنت فوا سامي، متى رأيت سامي؟ قال له جو نو لو فوا، انا لم اراه ابدا، جامي ما شفتوش خالص. طبعا انا خدت جامي عشان هنا كلمة كون اهي، وكون دي بتتنافي بايه؟ بجامي. بوفيفو باسي لو بالون، طبعا هنا هناخد مي، يعني هل تستطيع ان تمرر لي الكورة؟ فطبعا هنا مي، الجملة هنا مي صحيحة. لا في الحياة او فيلاج، في القرية، تكلف موا، ها موا شير، هناخد هنا شير طبعا على اساس ان بعد كلمة كوت شير ما بتتغيرش عندنا. موان شير كونفيل. الجملة اللي بعدها مكتوب بيرسون ني، مفيش حد، فيني طبعا جاي، اما بيرسون بتكون منفية، ها بتعامل بيرسون معاملة الضمير ال، شايف بيرسون، لكن لو بيرسون مثبتة تعامل ال هي. جي بوا سان فيغ دو اوبر جور، يعني انا بشرب 5 اكواب من المياه، دو لان بعتبر دي ظرف من ظروف الكميه تتبع بدو او دو اي ابوستروف عندنا. الجمله رقم 89 جينيمبا، انا لا احب، طبعا جينيمبا دي تو، انا لا احب اطلاقا، جينيمبا دي تو، طبعا عنديش دو، ما عنديش دي، يبقى هنا هناخد توت، لا احب كل المشروبات، توت لي بواسون. لوبيسا بوكو، يعني الاوتوبيس اتاخر دو ريتارد، طبعا بوكو دو ريتارد يعني عنده تاخر كتير، فهناخد دو. جي بارتيسيب بكو، انا امارس، انا اشارك كثيرا في المنافسات، دايما بارتيسيب ياخد او طبعا، اشارك في المنافسه. جي بارتيسيب بكو دو، بكو دو هنا اشارك في كثير من هنا جت الاول، فخلاص بقى مش هاخدها تاني، فهناخد اشارك في كثيرا من من المنافسات، بكو دو كومبيتاسيون. الو لو شامبيون دو ريتارد، هو بطل التأخير، دي ريتارد، لأن الريتارد هنا مذكر والاسم الأولاني طبعا زي ما انتم شايفين معرفة. باردون، آسف. جو أغيف أن بو، أنا حاصل، جاريف أن بو أون ريتارد، سأصل متأخرا قليلا. أريف تاخد أون زي إتر بالظبط. جو نو فيزيت
أنا لم أزر أبدا باريس، يبقى جامي. أنا لم أزر أبدا باريس. الجملة اللي بعدها: Je ne visite rien. أنا لم أزر شيئا في باريس. ريان هنا. ايكول اي سوبر، هناخد مو عشان هي مبدوعه بحرف متحرك طبعا، فهستبعد مو وصا، ومي طبعا هستبعدها لانها جام. كوليج يعني مدرسه اعدادي، ودي كلمه مذكر فهناخد لها سو، سو كوليج، سو كوليج. الجمله هنا 99 بتقول: مدام جي فوز اتوند، يا مدام، دايما مدام ومسيو، انا باخد فو عندنا في الجمله اللي قدام. هنا في الجملة رقم 100، فعندنا هنا بنقوله إلى باسي أن فواياج أجريابل، طبعا هو قضى أجازة، أجريابل يعني مناسب، أجريابل. في رقم 101: سيفغوي، هذه الفاكهة. مونجيزان، طبعا مونج هنا متصرفة مع ضمير تي، ولكن رجعنا حرف الأس هنا زي ما انتم شايفين عشان جاء بعدها الضمير أون. سيسبور، سيجو، هذه الرياضة تلعب على سيغ دون أو سيغ طبعا، وكلمة كور ملعب بياخد سيور. سيسبور سيجو أ أونز جوير، تلعب ب11 لاعب، طبعا العدد بياخد دايما حرف الجر أ. سجوي بتاخد حرف الجر أ. يا ريت نراجع الورق بتاع الوحدات. تي كومبرون لا ليسون، تفهمت الدرس. الو جو ني كومبرون، انا لم افهم. برضو انا لم افهم شيئا لو ما حطش لا، لكن هنا هناخد با. انا لم افهم، ما فهمتش حاجه، لم اسال، لم افهم منه شيئا، فهناخد هنا ريا، هناخد هنا ايه ريا عندنا في الجمله دي. يبقى الجمله رقم 104 خدنا هنا با لان في مفعول مباشر. ما في الجملة الثانية طبعا خدنا ريال، لم أفهم منه شيئا أو لم أفهم فيه شيئا. داكو. أو سنتيل، أين تكون؟ هنا ده فاعل، فهناخد إيه اللي طبعا، لأن أنا بعوض عن كلمة الكتب. سي لو كايير دو كي، ليه خدنا دو؟ لأن لو اسمين خد دو زائد كي، اسمين لو كايير دو كي. لكن لو كان في اتر خد بعده اكي. لو كاير سي اكي، هنا بقى عشان في فيرب اتر، اتر ياخد اكي، لو اسم ياخد بعده دوكي. لا فريز الفراولة كومبيان اون، لان كومبيان بتاخد دو، ففي الحالة دي لابد اخد اون. الجملة اللي بعدها جي اشي دو فيوند، انا بشتري لحمة من عند الجزار، فهناخد الا بوشري، الا بوشري، على بوشري. الجملة اللي بعدها بتقول لا سوفري فو، دايما سوفري خد دو كوا، سوفري خد دو كوا، تعاني من او تتألم من. آية الفو، آية في آية هنا وفي منادى عندنا، فهناخد الفو، الفو يعني يا جيف بقى. طبعا زي ما انتم شايفين بعدها في مصدر فعل الفو. طبعا بيان اوتوديه، يجب ان تذاكري جيدا. لا بوكس اي، واحده من الرياضيات، دايما احنا قلنا مع بعض قبل كده وحلينا اسئله زي دي. هنا الآ عايد على الكلمه اللي بعدها مش اللي قبلها. واحده من الرياضات، واحد من الحيوانات، وهكذا. جي ناتاسيون، انا بحب السباحه. جيم ولا جادور ولا جي في دو لا ناتاسيون ولا جي جو الا، طبعا احنا هناخد في دو لا، في دو لا ناتاسيون. ليه خدنا في دولا؟ لان ام وادور عايزه جو محطوط ابوستروف، جو ابوستروف، اما جو على ناتاسيون ما بيجيش معاها طبعا فيرب جو. في الجمله 116 مكتوب عندنا مسيو اكسبليكو موا، اشرح ليا او اشرح لينا، يبقى نوهن، اشرح لنا. سات فراز، هذه الجمله. Il connaît plusieurs langues، يعني هو يعرف عديدا من اللغات، يبقى هو يعرفها. ماشي، Il connaît plusieurs langues، يبقى بيعرفها. طبعا انتوا عارفين ان plusieurs بيعتبر ظرف من ظروف الكمية وما بيجيش بعده دو، فاحنا عندنا هنا هو يعرف الكثير منها، فهو يعرفها هنا لانها تعتبر هنا ايه،
محدد. في الجملة 117 بتقول إيه الكوني بلوزيور لانج؟ خلي بالك من كلمة بلوزيور، ظرف من ظروف الكمائي، فهناخد أه هنا على طول. أني بالا فورس، هو ما عندوش القوة دو جوي أن يلعب. أفوار لا فورس دو يعني عنده القوة أن. ني مونج بابوكو، لا تأكل كثيرا أو جوتي في الوجبة الخفيفة، فهناخد أو باعتبار إن هي طبعا اسم وكل الوجبات مذكر. لو روجبي سي جو ابيي، يعني الروجبي بيلعب بالقدم، ولا او ولا او ولا الا، هناخد او طبعا بيلعب بالقدم، لان هنا طبعا هو عضويه من اعضاء الجسم، ولكن ما جايش بعد افوار مال. ماشي، احنا قلنا طبعا ان سي جو بيجي بعدها حرف الجر ا زائد اعضاء الجسم وتتغير، لكن ا زائد الاعداد وثابته. بابا فو ا تليفوني، يا بابا حد اتصل بيك، يبقى كالكون، لان الجمله هنا مثبت مش هينفع اخد بيرسون، لان بيرسون لابد يجي بعدها نو وتبقى منفي. فوزيت فاتيغي، انت متعب او انتم متعبين من العمل دو ترافاي. جي كومبري سات اكسرسيز، انا فهمت هذا التمرين، هتبقى سات لانها مذكر مندوب بحرف متحرك. فوزيت بري، يعني حضرتك جاهز. الوي اوني بري، طبعا لو انت خدت بالك ان فو كانت جمع فلابد احط دي جمع وناخد بري، احنا جاهزين. الجمله اللي بعدها جو ني با دورمي، انا ما عرفتش انام كويس. ها جو ني بيان بيان دورمي، جو ني با بيان دورمي، انا ما نمتش كويس. جي تروف سا اي جينيال، اجد هذا سا سا، لان سا هي تنفع مفعول وتنفع فاعل، سا هنا عندنا في الجمله اللي قدام. الجملة رقم 127 بتقول اه، طبعا ضمير التوكيد بتاعه هو نو، فهناخد نو على طول. ماشي، الجملة اللي بعدها ليكيب اه، يعني الفريق عنده دي بون ريزالتا، نتائج جيدة. طيب هقول له اه بلي دي بون ريزالتون، يعني اكثر من نتائج جيده، ولا تري دي بون مش هتنفع، ولا ريا مش هتنفع، ولا هو عنده دائما نتائج جيده، فهناخد توجور. توجور هي السليم. لو شيفال مانج لارب، يعني الحصان ياكل العشب الاخضر فيرت، لان العشب هنا مؤنث طبعا. ايل سابي فيت، هو يرتدي سريعا، ها لان ده ظرف من الظروف. وميو بيرتدي كويس، تعتبر صحيحه. سيلسا بي فيت يعني هو ارتدي سريع. الي سيزار يعني الساعه 6. موا لو كار، موا هنا لان موا هي اللي يجي بعدها لو في كلمه روب، لكن وا تيجي كار على طول. اي كار، موا لو كار. في هنا اسئله متجاوزه شويه، لكن الاسئله عامه فيها افكار حلوه. جان دو لا ميوزيك، جان بيهتم بالموسيقى. سانت ريس ولا سيكوب؟ سيكوب دو لا ميوزيك، مظبوط. 20 ليكيب ا توجور، يعني الفريق عنده دايما نتائج جيده. طبعا كلمه بلي وتري وريا مش مناسبه للجمله طبعا عشان النفي، عشان بلي دو يعني اكثر من نتائج جيده، ولكن المعنى هو عنده دايما نتائج جيده. لو شيفال مونج لارب فيرت، كلمة العشب، العشب ده ايه؟ مؤنث طبعا، فهناخد فيرت. ايل سابي فيت، هو يرتدي سريعا، هو يرتدي بشكل سريع، لان دي طريقة الارتداء بتاعته. الي سيزور موا الا ربع، لان احنا عارفين ان موا يجي بعدها لو كار، اي وا يجي بعدها كار على طول من غير لو. في الجملة اللي بعدها جان دو لا ميوزيك، هناخد سيكوب، بتهتم بالموسيقى طبعا، او جان بيهتم بالموسيقى. سانتا ريسا طبعا بياخد حرف الجر اه بعد. جدوى، يجب علي ان اطيع مدربي، يبقى اوبير، لان طبعا الريسبكتير والتندر ما بياخدوش حروف جر. كوناتي فيلو فيلم، متى رايت الفيلم؟ ده ماضي مركب طبعا، لان في تصريف افوار اهو، يبقى هنا هناخد اسم مفعول. مامير ني ا بريباري لو دينار، يعني ماما لم تجهز الايه؟ العشاء، يبقى نو با لم تجهز العشاء. بروبوز بتقترح.
سون فرير دو سورتير. طبعا احنا عارفين ان فيرب بروبوزي بياخد حرف الجر. ها رقم بور كال ريزون فو بردو لو ماتش، يبقى افي فو بردو، افي ماضي مركب. طبعا الجملة اللي بعدها بتقول جي مي ليف، يعني انا بستيقظ الساعة السادسة، لجوغ تو لجو لو فوندردي سوف، كل يوم طبعا المفروض ليه ده محذوفة، وهناخد سوف ما عدا يوم الجمعة. ميرسي بورفو، وشكرا ليكم، ومجهود جميل من الورق ده شفناه مع بعض. ميرسي وأوروبا.